يقول السائل: من ترك شوطين من السعي وهو في 15 من عمره وذهب إلى محل إقامته، فماذا عليه مع العلم أنه قد اعتمر بعدها عدة مرات؟ افتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. اللي ما طاف إلا 4 أشواط ما تمت عمرته، ما تمت عمرته وباقي في إحرامه، فإذا أدى عمرة ثانية فإنها مضي في العمرة الأولى لأنه ما زال محرما، فإذا جاء بعمرة ثانية فلا تعتبر عمرة ثانية وإنما تعتبر مضيا في العمرة الأولى. نعم.